فأما من أوتي كتابه بيمينه يأخذ هذا الكتاب ويصرخ أمام الناس يوم القيامة ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا كانوا من أهل الجنة؟ لأنهم كانوا في هذه الدنيا من المحسنين. الله عز وجل يقول: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لماذا أصبحوا من أهل الجنة؟ لأنهم أحبابي في الله كانوا يدعون الله. الذين يقولون، ماذا كانوا يقولون؟ الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.